طريقة زراعة عنب ديسي العنز الإيراني من البذور في المنزل. بعد إخراج البذور من الثمرة، نقوم بزراعتها في الأصيص. بعد فترة قصيرة من الاهتمام والسقي المنتظم، تخرج هذه النبتة الجميلة. صحيح أن زراعة البذور قد لا تعطي مثل صفات الأم، قد تكون جيدة أو تكون رديئة، فإذا كانت رديئة نعمل عليها تطعيم. وأيضا نستفاد من زراعة العنب هو إنتاج الورق أيضا لعمل الدولمة، أكلة مشهورة عند العراقيين. الدولمة كلها تحب، الناس تحب الدولمة، منو ما يحب الدولمة؟ كان معكم المهندس الزراعي أحمد سعد الحرداني، بالعلم نرتقي.